عليها دولة إسرائيل، ومن 9% من أرض فلسطين إلى 78%. هذه هي حرب 48. الصحة والجمال، نجما في سماء الروعة والجمال. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الجن هل يسكنون جسم الإنسان؟ هل يستطيعون السيطرة وإحكام قبضتهم عليه؟ هل يتسبب الجن إيذاء الإنسان؟ وما هي وسائل العلاج النفسية لهذه الظاهرة؟ وما هي طرق العلاج بالقرآن؟ وكيف نفرق بين الدجالين والمعالجين بالقرآن؟ حقائق وأوهام للشيخ أحمد أبو عمار الراقي. حقائق وأوهام يأتيكم الثلاثاء 11:45 مساء للتواصل 'حقائق وأوهام'. بسم الله. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل كتابه شفاء ورحمة للمؤمنين، وأصلي وأسلم على من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وأمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا محمد ابن عبد الله، وعلى أصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأشكر لكم متابعتكم وحرصكم، وأسأل الله جل في علاه أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتنا وإياكم إلى الحق، وأن يستعملنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، آمين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم الإسبوعي حقائق وأوهام. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله. قبل أن أدخل في موضوع الحلقة، أسألكم الدعاء بالشفاء لأبي الحبيب وأخي وصديقي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يحفظه، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، فاللهم آمين يا رب العالمين. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن بعض الأخطاء اللي بيقع فيها المعالجين بالقرآن، وكنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت وقلنا ازاي نعرف المعالج المنضبط من المعالج الغير منضبط، لأن الآن للأسف اختلط الحابل بالنابل. وكلمنا في نهاية الحلقة كان في نهاية الحلقة اللي فاتت اتصل بي إحدى المعالجين بالقرآن، وقال لي
انت معالج بالقرآن وعمال تقول اننا بنخطأ وفي اخطاء في المعالجين بيخطئوها، هو بيعتب يعني عليا؟ انا مش عارف بقى يعني، سبحان الله، يعني عايزني اجامله على حساب الدين ولا ايه؟ بصراحة يعني انا مش عارف. وبعدين انا تلاحظوا ان في كل حلقة انا مش بذكر اسماء، وبعدين انا من واجبي اني اتكلم في هذه الاخطاء او فيما يفعله المعالجين من اخطاء، دي مهمتي. لان انا لو ما قلتش الاخطاء ديت انا كده هبقى مشترك معهم في تلك الاخطاء او في تلك البدع الذين يفعلونها على حساب المرضى. والانسان في الحق لا يخشى لومة لائم. وقفنا في الحلقة اللي فاتت عن موضوع اللي بيعالج عن طريق الهاتف، وقلنا ان الكلام دوت لا يجوز، ما ينفعش ان انا اعالج او اشخص اي حالة عن طريق الهاتف دوت، يعني من الافك والكذب، الكلام ده من الدجل والشعوذة. طيب واحد يسألني طب ليه الكلام دوت من الدجل والشعوذة؟ غلط في ايه العلاج عن طريق الهاتف او عبر الهاتف او عبر الهواء؟ احنا بنشوف دلوقتي حالات بقت على الهواء ومعالجين بيعالجوها، ويحضر الجن على الهواء، الكلام ده كله غلط. غلط وخطر عظيم. انا مشيت من احدى القنوات بسبب هذا الفعل، مشيت من قناة يعني مشيت بسبب الكلام اللي بيعملوه ده. طبعا انا مش هذكر القناة ديت، بس انا بقول مفيش يعني الدين مفيهوش جمايل. انا بقول قال الله قال رسول الله، اللي شايفني غلط بقول كلام غلط يدخل ويكلمني على الهواء. طب ليه غلط ليه ان انا احضر الجن على الهواء او اكشف عن طريق الهاتف؟ دلوقتي مثلا بيجي لنا حالات بالمركز بها جن، والجن بيحضر حضور كلي والمريض بيغمى عليه، ممكن ان يفعل مع المعالج ما لا يصدقه عقل، ويضرب كمان، يضرب المعالج ويصرخ المريض. المريض فين هنا؟ انا بتكلم المريض عند المعالج، الاثنين مع بعض، الاثنين قاعدين مع بعض. طب تعالى بقى للي قاعد في البيت زي حضراتكم مثلا، وانا عمال اقول على الهوا كده اخرج اخرج منها فانك رجيم، قل موتوا بغيظكم في سموم وحميم. انا بعمل كده عن طريق الهاتف، عن طريق التلفاز. ايه اللي ممكن يحدث؟ ممكن الجن يحضر على جسم انسان ويكاد ان يفعل او يوقعه من مكان مرتفع، ممكن المريض يوقع المريض من بلكونة مثلا من مكان عالي، انا كده بضر المريض. يعني ممكن المريض يقوم بضرب، يعني يضرب اللي في البيت، ممكن يقوم يضرب اللي في البيت. فعلا بيحصل الكلام ده؟ انا كده بضر المريض من غير ما اشعر، وبفرض عضلاتي على الهواء. كمان ممكن يصيب المريض بالوهم. الوهم يا جماعه، يعني انا الوقت لما احضر جن على الهواء واقول له اخرج والناس سمع الصويت والصراخ، لو في اطفال صغيره قاعده مثلا بتتفرج على برنامج زي كده واحنا بنتعلم ازاي نحصن نفسينا وازاي نحمي نفسينا من الدجل ومن شياطين الانس والجن، ولقى واحد ابنك قاعد بيتفرج ولقى واحد عمال يقول له اخرج والتاني يصرخ ويقرا، هل الانسان ده مش ممكن يصاب بالوهم؟ والوهم كما قال ابن القيم الوهم ملوش علاج لانه مش مرض، يعني لو مرض هيتعالج، لكن هو مش مرض، ده مرضى وهم. فاكيد مفيش ادله اكتر من اللي انا بقولها دي. يعني اذكر مره والله كنت انا واخي من المعالجين، كنت عندي اخ في احدى الفنادق واحنا بنقرا على المريض ده، كان اخ من العرب عربي، كنا بنقرا انا والاخ ده على هذا الرجل. والله الراجل سبحان الله العظيم ما شاء الله، يعني ما يدخلش من باب طول بعرض ما شاء الله، ربنا يبارك في عمره يا رب. المهم احنا بنقرا، انا من هنا والاخ ده من هنا، شالني كده وشال الاخ اللي معايا من الناحيه الثانيه معالج برضه، وفضل ماشي بينا، يعني هو من ناحيه وانا من ناحيه، فضل ماشي بينا متعلقين في الجو وعايز يرمينا من الدور ال11.
تخيلوا دي احنا معاه، احنا معاه بنقرأ عليه، شلنا وماشي بينا عشان يرمينا هو، طبعا مش هو اللي انقذنا من موضوع دوت او من هذا الموقف. التكبير قعدنا نكبر في اذني، كان عليه مارد شديد متوحش. الشاهد من هذه القصة انا بقول ان انا كنت عندي المريض، ما بالك بقى وانا بعيد عن المريض ممكن المريض يعمل في نفسه ايه؟ فهذا لا يجوز. يقول لك انا بعالج عن طريق الموبايل، عن طريق التلفاز، فهذا كلام ما انزل الله به من سلطان. انا مش بهاجم حد زي ما بقول كل مرة، ولا بتكلم عن حد بعيني هو بشخصي. انا بقول يا جماعة الكلام ده غلط. انا كل لما ألف في التلفاز الاقي واحد عمال يقول اخرج منها، انت عايز منها ايه؟ اخرج يا ابني واسلم، خاف ربنا، خاف من النار. احنا مش عايزين نوهم الناس. الناس بقت حالتها سبحان الله العظيم المواضيع ديت بقى كل حاجة جن وعفاريت، لغاية سبحان الله الواحد بقى يشك في نفسه. اه والله موضوع كبير، كبر وخد حجم اكبر من حجمه. مشكلة تانية اللي يقول لك يا عم الشيخ انت عليك بالحالتين، يقول لك لو المريض خده، لو في سحر او مس او جن الموضوع يبطل ينتهي على طول. ده ايه اللي يعني ماشي احنا بنجتهد في الاعشاب، لكن ده ريحته كريهه جدا، ما ينفعش في العلاج بالقران، ما ينفعش. ويقول لك في حاجه انتوا مش هتصدقوني، ويقول لك اختي قالت لي والله القصه ديت، اللي يقول لك انا بعالج بالجاز، اقسم بربي مش تهريج. يعني جاءني الكثير من المرضى يقولوا لي انا الشيخ نصحني اني اشرب الجاز صباحا ومساء لقتل الجني وابطال السحر. ايه اللي دخل الجاز في العلاج بالقران؟ بكره واحد يطلع لك يقول لك اشرب بنزين. انا بجد انا مش لاقي كلام اقوله والله، مش عارف اين عقول الناس. عشان كده ممكن الفتره اللي فاتت كان البنزين شاحح، كله بقى كان بيعالج بقى بالبنزين، وكل واحد فيه عفريت يقول له اشرب شويه بنزين. ايه يا جماعه الكلام ده؟ ايه التخاريف دي؟ ما عشان كده الناس بتقول ده دجل وشعوذه. عشان كده كل واحد يقول لك انا يعني اختي النهارده كانت عندي بالمركز، ربنا يرزقها يا رب، يعني بتعاني من موضوع عدم الخلفه. هي ما عندهاش شيء، فقلت لها على حاجات اشياء طب نبوي، هي ما عندهاش لمس راسح، بس قلت لها على اشياء تعملها ان شاء الله ربنا يرزقها. فقالت لي النهارده، جات لي وقالت لي انا وريت الورقه للايه اللي انت كتبتها لي للدكتور اللي انا بتابع معاه. الدكتور اول كلمه قالها لها ايه؟ اوعي يكون من بتوع البخور وبتوع المندل والكلام اللي بيتقال ده. قالت له ده كله بالقران، فشاف الورقه لقاها كلها عسل، طلح نخل، زيت حبه البركه، كلام يعني كلام مذكور في الكتاب والسنه. فقال تمام احنا كده تمام، لو تمشي على كده مش هيضر. فالراجل محترم مشكورا، لكن شوف اول كلمه قالها لها ايه؟ اوعي يكونوا بتاع البخور والكلام ده. يعني دلوقتي الموضوع دوت سبحان الله العظيم شاع في الكثير من المرضى. واحد يجي لي الشيخ، واحد يجي لي يقول لي الشيخ قال لي لو فيك مس او سحر انزل البحر فانه علاج من الامراض. ايه الحكمه يا عم الشيخ؟ انزل البحر اعمل ايه؟ طيب نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد. اتفضل استاذ احمد. الله يخليك، ازاي حضرتك يا دكتور؟ ازاي حضرتك يا استاذ الحمد لله الله يرضى عنك الله يحفظك. اتفضل استاذ احمد. والله انا حضرتك كده الحمد لله رب العالمين سبحان الله وتعالى. يعني وطي التلفزيون بس يا احمد، وطي التلفزيون حاله يعني. وكنت بصراحه يعني انا بصراحه وطي التلفزيون سنح اسمعني عن طريق الهاتف. الو اتفضل يا احمد معايا. انا تحت امر. اتفضل يا احمد. والله يا فندم انا كنت حاله بصراحه، وكنت من الناس اول خالص ما كنتش من الناس اللي انا بؤمن بحاجه زي كده بامانه الله ولا اي حاجه. انا كنت بس مش في هذا الوضع، يعني ان انا مش مؤمن بحاجه انه في علاج
بالقرآن والكلام ده كله. بس الحمد لله أنا مسلم الحمد لله موحد بالله سبحانه وتعالى. وبصراحة كنت أنا وزوجتي متجوزين من 6 شهور. نعم. من 1/6. ولفيت على دكاترة كتير قوي. أنا جيت إن أنا أخش إن أنا وزوجتي نتعامل الممارسة الشرعية زي أي بني آدم خلقه ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وفوجئت نفسي إن أنا مش عارف يعني أنا حتى نفسي أنا قلت طب أنا ممكن يكون فيها السبب أو هي اللي فيها السبب. ما كنتش عارف هذا الوضع بصراحة. لفيت كتير قالوا لي ممكن يكون نفسيا أو تعب نفسي عندك أو كذا. رحت لكذا دكتور وحتى رحت الدكتور مثلا امراض ظهور اشوف وضعي نفسي لان انت عارف حضرتك المجتمع المصري او الحمد لله المسلمين عامه ما بيمارسوش الحاجه دي الا الحمد لله يوم الزواج نفسه. هي كانت المشكله في عدم الدخول يا احمد صح؟ نعم يا فندم. المشكله كانت المشكله في عدم البناء عدم الدخول. اه يا فندم يعني. المشكله في عدم الجماع خالص. انا بحس يعني حضرتك بتاعه الجماع نفسه ان في حاجه حضرتك سده عندها جامد. نعم. او حاجه سده ما بينه وما بينها يعني ان انا زي ما حضرتك مثلا بتاعه الجماع نفسه حاسس ان في حاجه ما بينه وما بين زوجتي ان في سبب. نعم. فقلت بقى انا مش عارف هل الحاجه دي هل فيا انا او مثلا في زوجتي لان احنا اول مره حضرتك زي ما انت عارف اي حد في عادات المسلمين الحمد لله رب العالمين ان احنا في حاجه زي كده بتبقى اول مره فما نعرفش حاجه. نعم. والحمد لله مثلا اعوذ بالله ان انا كمثلا كشاب ان انا غلطت ربنا سبحانه وتعالى قبل كده في اي حاجه مثلا ان انا اتاكد من نفسي ولا حاجه انا قلت مثلا ممكن اكون في حاجه. نعم. فخدت بعضي ورحت الدكتور امراض ذكوره كشف عليا قال لي يا فندم انت ما عندكش حاجه كويس. نعم. حتى زوجتي اول ما هي رحت خدتها ورحت رايح لدكتوره طبيبه نساء فقالتها قالت لها لا يا فندم لا انت كمان عندك الغشاء بتاعك مش مطاطي ولا حاجه لا الغشاء بتاعك كويس وهو تمام الحمد لله. طب بص حضرتك خدت بعدي تاني ورحت لكذا دكتور فقال لي لا ممكن تكون حاله نفسيه واحنا حضرتك نفسيتنا حلوه جدا انا خاطبها حضرتك بقالي 3 سنين. نعم. وعلاقتنا كويسه جدا جدا يعني ما فيش حاجه مثلا ان هي تخلينا ان احنا نهيب من بعض او نعم. يحصل لنا حاجه نعم. او اي حاجه من كده. ما قلتش بصراحه عارف اعمل ايه يعني لحد ما ربنا سبحانه وتعالى واكرمني ويعني مش هقول بس لحضرتك حاجه بس عشان ما اي حد يشوف مثلا انا على الهوا ان انا مثلا بشكر في حضرتك او مثلا ربنا ونعم الحمد لله رب العالمين ربنا جعل اول حاجه الحمد لله اول حاجه فضل ربنا عليا في الموضوع ده وثم حضرتك جعلك سبب. ربنا يبارك فيك يا بس مش اكتر من كده. فالحمد لله سبحانه وتعالى ما كنتش متوقع يعني او ما كانش في ذهني انا عارف ان قدره ربنا سبحانه وتعالى تفوق كل شيء. نعم. بس انا ما كنتش متوقع ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمني او هينصفني في الموضوع ده. ففجاه الحمد لله مع كذا جلسه نعم وكذا متابعه بالحمد لله بالعلاج بالقران فضل الله رغم ان انا في ناس انا عارف ان هي اساسا في ذهنها خالص يقول لك لا يا عم ما ينفعش فيش الكلام دوت ده نعم. في حاجه مذكوره في الكلام ده بعدين انت رحت الاطباء كتير وما كانش فيه يعني اسباب وسبحان الله كان برضو المشكله ما زالت موجوده يعني اه نعم جزاك الله خيرا والفضل لله يا احمد جزاك الله خيرا الله يحفظك ربنا سبحانه وتعالى وانا يعني ربنا سبحانه وتعالى بس انا بس عايز اقول للناس ان يعني ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الكتاب العزيز وفيه شفاء لما في الصدور نعم وننزل من القران ما هو فيه شفاء ورحمه للمؤمنين نعم جزاك الله خيرا يا احمد على اتصالك ربنا يحفظك يا رب والحمد لله رب العالمين ان هو تم شفائك على خير ربنا يحفظك يا احمد يا رب ويرضى عنا وعنك. هو فعلا احمد كان المشكله عنده ان بمعنى اصح مش عارف يدخل على زوجته خالص في سد زي ما سمعته وكانت المشكله كانت الاطباء احنا مش معنى الكلام ان برضو ان احنا نتخلى عن الطب الحديث لا ألجأ برضو يعني أحسن حاجة عملها إن هو أول حاجة عملها روح للطبيب وبعد كده بدأ يفكر يلجأ في الكلام ده بفضل الله الحمد لله كان علاجه بالقرآن. مش معنى كده إن أنا بقول إن إحنا نتخلى عن الطب الحديث لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله نتداوى طالما الدواء ما فيهوش شيء محرم. الشاهد إن أنا أول ما يصيبني ابتلاء ألجأ أدور على السبب بس أدور على السبب صح لان في سؤال مهم ممكن حد يساله لي طب هو ممكن الجن او السحر يعمل الكلام ده يمنعني ان اقرب من زوجتي اه ممكن بقدر الله ممكن تكون نفسيا اه ممكن تكون نفسيا ممكن تكون في مشكله عضويه او طبيه اه ممكن ولكن هو زي ما سمعتوا الكلام ان هو لجأ للطب النفسي وللاطباء وما كانش فيه اي اسباب خالص وسبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى جعل القرآن شفاء له. برضو بننبه لكلمة أحمد قالها قل هو للذين آمنوا أو ننزل
من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. للمؤمنين، احنا كلنا مسلمين، بس في مش مؤمن بأن القرآن شفاء. مش معنى كده ان انا اقعد وانا ماشي دراعي يتكسر اقرا عليه قرآن، لا، انا الاولى ان انا اجبسه، اذهب للطبيب بس بقرا على ايدي بنيه تخفيف الالم. لازم يكون عندي ايمان ويقين. اتعالجت بالقران ومفيش نتيجه، فالعيب فينا لا في القران. صدق الله حين قال قل هو للذين امنوا. انا عندي ايمان ان القران هيشفيني، غصب عنك هيشفيك لو عندك ايمان. لابن القيم حين سافر وبيقول لما فقد الدواء وفقد الطبيب، كان علاجه في كوباية مية، كان بيجيب كوب ماء ويقرأ عليه الفاتحة. الفاتحة الفاتحة، لأن في ناس النهاردة بتقول لك لا، الرقية آيات معينة. هي أنا معاك الرقية آيات معينة، لكن أنا قلبي، أنا قلبي إيه؟ أنا لو قرأت الفاتحة بنية صافية على الماء والله لشفيت. السيف بضاربه، السيف قوي، السيف زي ما احنا عارفين السيف قوي، لو حد مسكه هيتعور، بطبيعته قوي، ولكن يحتاج الى قلب فتي، محتاج قلب راجل. لو السيف قوي بطبيعته واليد شلاء فلا قوة في السيف. السيف ملوش لازمة مدام انا مفيش قلب، ما عنديش يقين في الله، ايدي مشلولة، السيف ملوش لازمة. اللي هو طبعا مثال القرآن. القرآن نفسه يا جماعة السبب والأصل في الشفاء الله سبحانه وتعالى. نرجع للناس اللي بتقول لك انت عشان تتعالج من المس والسحر تنزل المية، يعني تصيف وبالمرة تتعالج. ايه الحكمة يا عم الشيخ من الكلام اللي انت بتقوله دوت؟ يقول لك يا عم الشيخ انت مش لما بتلاقي سحر بتحطه في مية بملح فالسحر خلاص بيبطل؟ فينفع اننا ننزل البحر عشان نبطل السحر؟ اه طب انا معاك. طب ما احنا ساعات بنولع في الاحجبه والاسحار، يبقى بقى نولع في المريض بالمره. انا ماشي على كلامك، فهذا الكلام كلام ما انزل الله به من سلطان. نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم اخو الاستاذ حنان. السلام عليكم. السلام عليكم ابو عمار. استاذ حسن، تفضل استاذ حسن. السلام عليكم، ازيك ابو عمار؟ الحمد لله، الله يرضى عنك. ربنا يخليك. الله يخليك يا شيخ احمد، ربنا يبارك فيك، تفضل. انا كانت معايا اختي يا شيخ احمد تعبانه، انا وديتها عند اربع مشايخ وكده، ما فيش ولا شيخ جاب معاها نتيجه خالص. نعم. كل شيخ اروح له يقول لي هي عندها جن عاشق، فبعد كده يقول لي انا طلعت الجن اللي عندها، يرجع بعد اسبوع ثاني تتعب خالص، مش بتقدر تصلي ولا تقدر تسمع اي سوره من القران خالص. نعم. في شيخ انا جبته قرا عليها من مده سنه ونص، فقال لي دي عندها جن عاشق، راح حرق الجنه، فضل يقول بسم الله العظيم الاعظم يحرق كل شيطان عاشق، فضل يكرر عليها الايات دي على طول لغايه لما هي بقت تتخشب وعينيها بقت حمراء خالص. نعم. بعد كده اللهم صل على النبي قال لي خلاص هي خفت على كده وما فيهاش اي حاجه ثاني خالص. بعد فتره رجع لها ثاني، بتحلم بتقول ان هي مش بتحلم يعني، بتقول بيتهيالي ان في واحد بيخش علي الاوضه وبيخلق ملابسه خالص وبيتعدى علي وكده يعني في الاوضه. تمام. اكثر من كذا مره، فبيقول لها انت لو جبتوا اي شيخ انا هقتلك وهموتك خالص. نعم. لو سمعت اي سوره من القران بتتخشب. في شيخ رحت له قال لي سمعها القران لمده 21 يوم من ضمنهم سوره يوسف، كل ما بشغل سوره يوسف بتسمعها بتغيب عن الوعي خالص وبتتكلم، بيحضر على لسانها الجن في البيت. نعم. وبيقول انا مش هطلع منها خالص. نعم. اكتر من كذا مره النهارده ليها سنه ونص على الحال ده، كل ما بوديها للشيخ ما فيش شيخ جايب معاها نتيجه خالص. تمام. لغايه اخر مره الكلام ده من امبارح يا شيخ احمد. نعم. اول ما فضلنا نقرا عليها وشغلنا لها الرقيه بتاعت محمد جبريل. نعم. البيت بيجي عندنا يولع نار لوحده، البيت النهارده الساعه 1 الظهر ولع نار اوضه الاطفال. ولع نار. اه ولعت نار اوضه الاطفال. يعني انت شفتها؟ من غير اي سبب ولعت نار. انت شفت النار؟ اه شفت النار يا شيخ احمد، وفضلت اطفي فيها النار يعني من غير، مش هقول لك اي ماس كهرباء ولا اي حاجه. يعني ما كانش حد في الاوضه خالص يا حسن؟ ما كانش حد خالص يا شيخ احمد قاعد في الاوضه غيرها هي.
كانت هي اتوضت وكانت هتصلي. نعم. بعد كده شافت النار في المخده وفي المرتبه ماسكه فضلت تصرخ وطلعت تجري لبره. طفينا النار دي. بعد ما طفينا النار شغلنا لها رقيه محمد جبريل ثاني وسوره يوسف برضه فضلت تتخشب معانا جامد خالص. بنمسكها ثلاثه مش بنقدر عليها خالص. نعم. بعد اذان المغرب مباشره زي كده كنت قاعد لوحدي في الشقه وكانت هي قاعده معايا ما فيش حد غيرينا. يا دوبك بس هي طلعت رحت الشقه الثانيه. نعم. انا وقفت على باب الشقه لقيت الشقه بتاعتنا ظلمت خالص. دخلت الشقه لقيت دخانه شديده لقيت السرير مولع نار. ايه يا عم شغل العفاريت ده؟ يا وانت عملت نار ثاني؟ عملت نار ثاني بعد المغرب. فضلت اجيب ميه وكب ميه على السرير دخانه شديده خالص. سبحان الله. نعم. فمش عارفين نعمل غدا الشيخ احمد. احنا بعتناه عند كذا شيخ يجي البيت عندنا. اخر مره جبت شيخ بعد العشاء وريت له النار وريت له الدخانه. انت منين يا حسن؟ خاطر الجنة. قال عشان خاطر الجنة اتحرق. قال الجنة ليه عشيره ثانيه؟ قال له العشيره الثانيه هي اللي بتعمل كده. لا الكلام ده غلط. انت منين يا حسن؟ انا من اسوان يا شيخ احمد. من اسوان. طيب بص يا حسن انا هقول لك الحاجات الاول نعملها في المكان يعني نحصن بها المكان يعني زي سلاح مثلا نستعد بيه ان شاء الله عشان هقول لك على اوراد هي تعملها وبرنامج علاجه تعمله ما يكونش فيه رد فعل. تمام. طب انا ممكن حضرتك اجيبها لك المركز عندك؟ خلاص هتهالي. اوعى الجن يجي ولا انا في المركز. مش عارف والله يا شيخ. هو اخر مره الشيخ اللي كان عندي بعد المغرب قال لي هات دم غزال ومش عارف تعمل ايه في البيت وحوارات زي كده. طيب لو عايز تجيبها لي هاتها لي ان شاء الله. وكده كده بعد الحلقه خد التليفون استاذ محمود كلمني عليه ان شاء الله هقول لك على حاجه تعملها الاول قبل ما تجيبها لي ان شاء الله. جزاك الله خيرا حسن. جزاك الله خيرا. طبعا طبعا في ناس ممكن تسمع الكلام ده تقول ده تخريف. لا الحاجات دي بتحصل فعلا واكيد انت شفته في قنوات قبل كده المواضيع دي. ممكن جن يعمل كده. ممكن وممكن يبقى نوع الجن ده بيبقى جن مجوسي هو اللي ممكن يعمل الكلام ده. ولكن طبعا لازم اتحرى الدقه في الموضوع لان الموضوع كده مش هين. فواحد ممكن يقول لي لا الكلام ده كلام فارغ الجن ما يعملش كده. ليه؟ طب ما الحسد بيموت. ده جن هو بيقول ممكن جن هو اللي يعمل الكلام ده. طب ما الحسد يا جماعه بيموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تدخل الانسان القبر. يعني ايه؟ هينزل القبر يموت. العين تدخل الانسان القبر والجمل القدر. يعني فعلا العين تقتل. الجن ممكن يعمل كده. انا مش بخوف الناس لا. الموضوع برضو في الاول وفي الاخر بسيط خالص. من اعلى فالله اعلى والله اكبر من كل شيء. وفي الاول وفي الاخر ده جن ملوش سلطان والله. هو ضعيف هو بيعمل الحاجات دي عشان هو ضعيف. يعني اختي جات لي قبل كده برضو المشاهدين اكيد الحاجات دي في بعض المشاهدين ممكن يحدث معاها الكلام دوت. تقوم من النوم تلاقي في رجلها حنه او في ايديها حنه متحنيه لوحديها. انا اختي جات لي صورت لي مكان ايديها بيتكتب على ايديها طلاسم. طلاسم ومربعات. انا كنت عايز انا خدت الحاجه دي على تليفوني بس طبعا للامانه انا ما ينفعش اعرضها. هي يعني مرسومه على ايديها. كل يوم الصبح تقول لي بلاقي الحاجه دي مرسومه وحاجه بتقول لي انا هرسم لك النهارده كذا وتقوم فعلا تلاقي كده. ده ملوش دعوه بالطب النفسي بقى. دي حاجه ماديه اهي حاجه ملموسه. يعني لو قلنا هي بتتكلم بس ما فيش فعل ما فيش حاجه مرئيه ما فيش حاجه شايفينها هنقول دي مجنونه تعبانه نفسيا. لكن انا شفتها وما فيش انسان يكتب الحاجات اللي هي ورثاني ديت. برضه انا بقول الكلام دوت انا مش قصدي اخوفك والله. الجن ضعيف جدا. احنا اقوى منهم بايماننا ويقيننا في الله سبحانه وتعالى. فان شاء الله يا حسن باذن الله بعد الحلقه حاول تكلمني وانا هقول لك تعمل ايه بالتفصيل ان شاء الله. كنا بنتكلم على موضوع الاخطاء اللي بيقعوا فيها المعالجين بالقران او الحاجات اللي انا بسمعها من المرضى اللي بيجيني المركز. اخر حاجه سمعتها يقول لك العلاج بالديك. العلاج بالديك الابيض. يعني ايه العلاج بالديك الابيض؟ اشمعنى يا عم الشيخ الديك الابيض اشمعنى؟ يقول لك هو مش في حديث بيقول بيت فيه ديك ابيض لا يقربك شيطان؟ ايه الحديث ده؟ ده الحديث ده موضوع يعني مش صحيح من اساسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الكلام ده. ليس من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني انظر حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وجد امرأة ترقيها فقال عالجيها بكتاب الله. عالجيها بكتاب الله لا بالديك
ولا بالمية المالحة بتاعة البحر، ولا بالضرب، ولا بالصعق بالكهرباء، ولا بسماع صوتها. في معالجين دلوقتي تقول لك ان انا بسمع صوت بشخص الحالة، اقسم برب في كده فعلا، بيقول لك انا سمعيني صوتك في التليفون وانا اقول لك انت عندك ايه بالظبط. قال عالجيها بكتاب الله، لا بالدجل ولا بالشعوذة ولا باسم الام ولا بالحجاب ولا بالجاز ولا بالبحر ولا الديك، قال عالجيها بكتاب الله. فماذا تعالج أيها المعالج؟ أو يا من تزعم أنك تعالج بالقرآن، إيه اللي أنت بتألفه ده وبتعمله ده؟ يعني أنا كنت مرة على النت على اليوتيوب فشفت واحد الله يهديه، أنا من قصرة الضحك أنا بكيت من الاستخفاف بعقول الناس. لقيته مصور أخت منتقبة وموقفها وعمال يقرأ قرآن بطريقة والله يعني أنا بدقق قوي مش عارف ده قرآن ولا مش قرآن. طيب نكمل بعد هذا الاتصال. أستاذة هند السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا دكتور أحمد، كيفك؟ الحمد لله الله يرضى عنك. تفضل أستاذة هند. ألف سلام على والدك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعفو عنه وعن مرضى المسلمين. آمين يا رب، الله يرضى عنك ويحفظك يا رب. تفضل يا هند. اول شيء انا بشكر ربنا بالاول، ثم انت ان ربنا جعلك سبب ليا في شفائي بعد ما انا مع حالتي اكتر من 10 سنين للاسف يعني، ومع ناس كنا بنحسبهم على خير وملقبين انفسهم بانهم معالجين للاسف كانوا دجالين، ولاني للاسف كانت حالتي وابتلائي كان مجموعه اسحار فكان الموضوع قوي شويه يعني. فكان المعالجين دول كانت المحصلة اللي أنا أتلقت منها من خلال المعاناة خلال العشر سنين دي، إنهم إني كانوا بيقولوا لي إني محتاجة معجزة، بعضهم كان بيتنبأ لي بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله، إن ما سوف يحدث لي في المستقبل من وراء الأسحار دي، حاجات كده من أشياء من هذا القبيل. نعم ربنا يحفظك يا رب. كانوا بيشوفوا لك كانوا بيشوفوا لك الفنجال يعني ولا ايه؟ ما من داء الا وله دواء. نعم. وان ربنا مثل ما زي ما اداني البلاء دوت هيعطيني الدواء، الحمد لله ربنا رزقني بيك والحمد لله عالجتني بالقران الكريم. جزاك الله خيرا يا هند. ربنا يبارك فيك. ومن خلال اكيد برامجك وعرفتني الفرق بين المعالج القران الكريم والتابع السنه النبويه وبين الدجال. نعم. جزاك الله خيرا يا هند، ربنا يبارك فيك ويحفظك من كل سوء يا رب. جزاكم الله خيرا. ف الواحد بقى يسمع كلام كتير جدا من الناس اللي هي بتدعي انها تعالج بالقران. المهم الاخ دوت لقيته موقف واحده زي ما بقول لكم وعمال يقرأ عليها بطريقة عجيبة، تدقق تسمعه يعني قرآن ده ولا مش قرآن مش عارف، يقرأ من غير أحكام بسرعة جدا، يقول لك أقبلوا بالله عليكم، أقبلوا بيستحلف الجن، أقبلوا ويقول لك الله أكبر الله أكبر، والله حاجات بقت تضحك والله، مش الله أكبر بقيت أضحك من اللي أنا بشوفه. أقبلوا بالله عليكم، بارك الله فيكم وعليكم. ف بيقول لي الجن اللي داخل الجسم بارك الله فيك، يعني مش عارف ويعمل لها بالسبحة كده اللي في ايديه. المذيع يقول له انت بتعمل ايه بالسبحة؟ يقول له انا كده بحصنها. تحصنها من ايه؟ اصل انا معايا جنود علويين مع ملايكة. المهم الاخت واقفة بقالها نص ساعة، نص ساعة واقفة، اي حد لو وقف نص ساعة لازم هيغمى عليه يعني. ست واقفة بقالها نص ساعة فأغمى عليها. الست راحت وقع في الأرض وعم الشيخ بيقول أنا لازم بقى أدي محاضرة للجن عشان يدخل في الإسلام وأودي مكة يعيش هناك. إيه يا عم الخرافات اللي أنت بتقولها ده؟ يعني اللي بيسمع هذا الكلام يقول أن عم الشيخ دوت بيشوف الجن وبيتعامل معاهم مثل البشر، محدش بيشوف الجن. المهم الأخت نايمة في الأرض وعم الشيخ عمال يلف حواليها، أنت بتعمل إيه يا عم الشيخ؟ يا اللي مبوظ صورة إخوانك المعالجين بالقرآن. يقول لك أصل أنا لما بلف حواليها
انا كده بحصنها. تحصن ايه يا عم الشيخ؟ انا مش عارف ده حاوي ولا ايه، انا مش عارف. طيب نكمل بعد استاذ علي. السلام عليكم. استاذ علي السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ علي. وطي التلفزيون يا استاذ علي. عادل اسمي عادل متولي محمد طنطاوي الواد الجديد داخل يا فندم. ازيك حبيبي ربنا يبارك فيك اتفضل. انا سمعت سعادتك، انا بقالي سعادتك 5 سنين سعادتك راسي زي شوكيش سعادتك في دماغي سعادتك يعني. نعم. وفي قلق سعادتك يعني ورحت لمشايخ كتير ومش لاقي علاج يعني. طب كشفت طبي؟ نعم. كشفت طبي رحت للطبيب؟ اه رحت للطبيب قبل كده سعادتك. قال لك ايه؟ لا عملت سعادتك يعني انا ما عندكش اي حاجه خالص سعادتك يعني، بس سعادتك صداع صداع جامد سعادتك لو بس انا يعني وصل لي يعني بعض الاوقات يعني رحت الجامع يعني سعادتك انا الصداع يخف يعني سعادتك يعني. طب الصداع نصفي ولا بينزل على عينك؟ لا صداع في لا صداع كامل سعادتك يعني اكثر من 5 سنين سعادتك يعني. طيب لما بتسمع قران بتحس باي حاجه؟ أنا رحت للشيخ قبل كده زمان يعني وبعدين ما رحتش تاني يعني سعادتك يعني. طب قال لك حاجة؟ لا يعني ما قال لي ما عندكش أي حاجة سعادتك يعني، بس الصداع ده يعني سعادتك بقى له أكتر من 5 سنين يعني. طب سعادتك يعني بتشوف أي أحلام مزعجة؟ لا كنت سعادتك يعني بشوف كوابيس كده وبتاع يعني طيب. خليك معايا تعبين سعادتك كده يعني وبالسؤال يعني بقى اكثر من 6 سنوات او 5 سنوات سعادتك الصداع يعني. خليك معايا في اخر الحلقه ان شاء الله هقول لك برنامج علاجي تعمله ما تروحش لحد تاني زعلي. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. المهم الاخ اللي عمال بقى يبوظ صوره المعالجين بالقران عمال يلف حوالين الاخت اللي مرميه في الارض ديت ويقول لك اصل انا كده انا بحصنها. والله العظيم اقسم بربي ما بيعرف يقرا قران. يقول لك ما جئتم به السحر الله يبطله. جهل جهل مغرق والله. المذيع يقول له ممكن اتكلم مع الجن، هو بقى حضر الجن على الاخت فبيقول له انا ممكن اتكلم مع الجن. دي مصيبه. موضوع الكلام مع الجن ده يا جماعه كلام ما انزل الله به من سلطان. يقول له بص بقى جهل المعالج يقول له اصلي لازم تمسك السبحه عشان انا بتحكم او ماسك الجن عن طريق السبحه، متحكم في الجن عن طريق السبحه. والله انا تعبت من كتر المهزله ديت وحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني سبحان الله كلام ما انزل الله به من سلطان. الله يهديهم والله. بيبوظوا صوره المعالجين. يعني سبحان الله العظيم. يعني حتى اتكلمت في حته موضوع لسه أختي كانت عندي النهاردة بتقول لي أنا أول يعني كنت تعبانة نفسيا بقعد لوحدي كتير وبسمع قرآن بتخنق. طيب نكمل هذه القصة بعد هذا الاتصال. أستاذة ليلى السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ازيك يا شيخ أحمد أبو عمار؟ الحمد لله الله يبارك فيك. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. ومزنا وياك. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنا يشفي والدك. آمين يا رب. آمين. أحب أقول لك ربنا جالك أسباب من الشفاء دي إن شاء الله. وأنا دخت كتير شيوخ. نعم. وبحب دايما أتفرج على حلقاتك الجميلة جدا. جزاك الله خيرا. وبارك الله فيك ويرحمك. فيك يا رب ربنا يبارك فيك. جزاك الله خيرا ليلى. جزاك الله خيرا. ربنا يحفظك يا رب. المهم الاخت لما جت لي النهارده فبتقول لي انا كنت مخنوقه شويه وكده يعني تعبانه نفسيا في موقف كده حصل لها فهي مخنوقه منه شويه فجابوا لها شيخ. بتقول لي الشيخ اول ما دخل ما اتكلمش ما قالش السلام عليكم حتى دخل قاعد يلطش فيا قاعد يضرب فيها وانا شايفك انا شايفك. بتقسم لي بالله انا بقيت بتقول لي انا بقى عندي ذهول. طيب نكمل بعد هذا الاتصال. مين يا حبيبي؟ السلام عليكم. ام حسن. ام حسن السلام.
السلام عليكم. اتفضلي يا ام حسن. اتفضلي يا ام حسن. السلام عليكم. انا ام اسلام. ام اسلام انا اسف، انا اسف معلش، احنا اسفين. اتفضلي يا ام اسلام. لو سمحت انا دلوقتي تعبانه بقالي دلوقتي اكتر من 7 شهور. نعم. وعرضت نفسي لدكاتره المخ واعصاب. وعملت اشعاعات رنين وعملت اشعاعات على المخ وكده ما عنديش حاجه. نعم. من الاول كان اشتباه في الكهرباء وبعد كده قالوا لي لا ما عنديش حاجه. تمام. فبتشنك وبيجي لي تنميل في دماغي برضو مش عارفه من ايه، بيجي لي صداع زي صداع نفسي. تمام. يعني ما فيش اي اسباب طبيه خالص؟ لا ما فيش اي اسباب طبيه، انا ببقى كويسه ما فيش اي حاجه وبلاقي بقي يتعوج. بتتشنكي؟ بيغمى عليكي؟ اه بيغمى عليا وبشنك. بتتخشبي كده يا ام اسلام؟ نعم. جسمك بيخشب؟ لا ايوه جسمي بيبقى عمال يخبط ويرزع. طيب بنزل بحس ان انا بنزل بصوت لوحدي من غير ببقى سامع صوتي بس ما ببقاش. طيب جسمي بيزرق او شفايفي بتزرق وبنزل ريم من بقي؟ اه ياما. تمام. بابا مطلع ريم ياما، هما بس هما اللي بيقولوا لي انا ما ببقاش حاسه بنفسي. تمام. لما بتفوقي بقى ما كنتش فاكره ان انت وقعتي في المكان دوت ولا بتبقيش فاكره اي حاجه؟ لا لما بفوق ما بفتكرش اي شيء غير اللي هما بيحكوه لي. طب الاحلام معاكي عامله ايه يا ام اسلام؟ والله انا بحلم على طول ان في بيتي تعبين. نعم. او يكون تعبان كبير وبعد كده بيتقسم بيبقى تعبين صغيره خالص وبيبقى موجودين كله في البيت. تمام. رحت لاحد الرقاة قرا عليك قران؟ رحت للشيوخ وجابوا لي شيوخ واعطوني حاجات شربتها وكنت كل ما اشرب حاجه كنت بتعب، بيجي لي زي مقص جامد قوي وبيجي لي ترجيع واسهال. في كدمات بتطلع في جسمك يا ام اسلام؟ كدمات بتلاقيها بقع زرقاء كده او حمراء؟ لا بقع زرقاء مش حمراء. يعني بتروح وتيجي ولا ثابته؟ لا مش على طول، ساعات بلاقيها وساعات لا. طب لما بتطلع بتطلع فوق الركبه او في الدراع؟ لا انا اكتر الوجع بتاعي لما بفوق، يعني انا اول امبارح تعبت الساعه 11 اغمى عليا فوقت العشاء. تمام. يعني الحمد لله ما فيش لا كهرباء زياده ولا ضمور في المخ؟ لا لا ما عنديش اي حاجه في المخ، طلع عندي الدكتور بيقول لي المخ بتاعك نضيف خالص ما فيهوش اي حاجه. انت منين يا ام اسلام؟ فجبت شيوخ، ففي اللي قال لي عندك مس وفي اللي قال لي عندك عاشق، لان في مشاكل بيني وبين جوزي ويعني ايه في بعد شويه بيني وبينه. بتصلي يا ام اسلام ولا لا؟ اه الحمد لله بصلي الفجر حاضر. انت منين يا ام اسلام؟ من اي مكان؟ منين؟ من انا من اسكندريه. طيب مشوارك بعيد. طيب بص يا ام اسلام، وفي اللي قال لي انت عندك مس وفي اللي انا عندك هو مع اختلاف التشخيص يا ام اسلام، هو كده الموضوع مش طبي طالما بالطريقه دي، كده الموضوع مش طبي مع اختلاف التشخيص، الموضوع مس سحر، المهم ان الموضوع مش طبي. انت خليكي معايا في اخر الحلقه هقول لك برنامج علاجي. انت احتجمتي؟ ايوه عملت الحجامه مرتين. طب الدم كان عامل ازاي؟ وبعد الحجامه على طول انا بتعب. الدم كان عامل ازاي؟ لا الدم كان حتت طولة. كان اسود تقيل كده عامل زي الكبده؟ ايوه كان. طيب. طلعت من فوق كتافي، طلعته لي من فوق كتافي، قالت لي ده انت تمام الجن قاعد فوق كتافك، ومره طلعته لي من فوق الرحم من عند بطني. طيب اكتر مكان اكتر مكان الدم طلع فيه اسود انهي موضع؟ عند الرحم وعلى كتافي. تمام. طيب خليكي معايا في اخر حلقه ام اسلام، هقول لك على برنامج علاجي تعمليه، والحلقه الجايه تبلغيني ان شاء الله. جزاك الله خيرا ام اسلام، ربنا يرفع عنك يا مسلم ان شاء الله وعن مرضى المسلمين. المهم الاخت كانت بتقول لي ان الشيخ ده اول ما دخل لها دخل الغرفه بتاعتها ومعاه الوالد، بتقول لي فضل يلطش فيا ويضربها والكلام دوت، فالبنت اتفاجئت من الشيخ واللي عمله دوت. فالمهم قاعد يضربها ضرب يعني بشع، جات لي النهارده كان حالتها يعني وشها ده مورب من كتر الضرب. وهي المشكلة إن البنت عندها شوية مشاكل، عشان كده بتحب تقعد مع نفسها شوية. بتبقى الواحد لما بيبقى متضايق تعبان نفسياً، لأن المشكلة يا جماعة التعامل مع النفس أصعب مع التعامل مع المرض. الموضوع المشكلة لا فيها جن ولا مس ولا سحر ولا فيها أي شيء خالص. لكن أنا بوريكم منظر الشيخ أول ما دخل قاعد يضرب فيها. الموضوع الضرب بقى أساس في العلاج بالقرآن. موضوع العلاج بالقرآن تلاحظ إنه بقت شغلانة اللي مالوش شغلانة. اي حد يخش يضرب، اي حد يخش يكهرب،
والله الايام ديت انا في اخ جه بيقول لي واحد ولع قماشه وبقى يحطها في مراخيري والدخان يدخل يقول لك انا هموت الجن. انت بتموت الانس والجن كده يا عم الشيخ اللي بتعمله دوت. فهذا كلام ما انزل الله به من سلطان، شر فاضح، افك، والله العظيم كذب، بيضحكوا على نفسهم. العلاج بالقران، لا بالضرب ولا باسم الام ولا بالكلام ده، كل الكلام ده والله ده كلام شعوذه. انا عشان كده بقول محدش يذهب الى احد، واذا ذهبت الى احد من الرقاة اتحرى الدقه عنه، لازم اتحرى اشوف انا مين اللي بروح له ده. يعني في سبحان الله العظيم ناس انا بجد كل يوم بسمع جديد، الناس اللي بتقول علينا نصابين ودجالين ليهم حق من اللي بيشوفوه، لكن منهم الصالح ومنهم الفاسد ومنهم المبتدع. تحس ان واحد داخل خناقه مع جن يضرب المراه، واحد تاني تلاقيه ماسك سيف ويقول له اخرج لموتك. انا لو مفيش جن وحطيت السيف على رقبتي انا هعمل نفسي جن عشان ترحمني من اللي انت بتعمله، انت حاطط السيف على رقبتي. طيب نكمل بعد هذا الاتصال. استاذه نجوى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، معايا الشيخ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ايوه انا موسف من نجوى. اتفضلي يا موسف. انا بحب ان انا اطلع مع احسن حلقه اللي حضرتك قبل كده قابلت معاك في كنت تعبان وكده، وانت بعد ربي يعني ربنا شافاني. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك يا رب ويشفيك يا رب. وبحب اسمع البرامج بتاعتك على طول، يعني متابعاك على طول. ربنا يبارك فيك يا رب ويديك الصحه يا رب. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا اختنا. جزاك الله خيرا، شكرا لاتصالك، ربنا يبارك فيك. انا هزعل قوي لو محمد ما اتصلش بيا. محمد معايا في كل حلقه على قناه الحافظ وعلى اي قناه اروحها، انت اكيد سامع لي يا محمد. ربنا يصلح حالك يا محمد ويحفظك من كل سوء يا رب. طيب في اتصال معاك، اتفضل دخل. اتفضل. مين يا استاذي؟ الشيخ مصطفى. الشيخ مصطفى اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام مولانا، اتفضل. ازي حالك يا شيخ؟ والله يرضى عنك، الحمد لله طيب. بارك الله فيك. وفيك يا رب. في حالة حضرتك معي. نعم. قرأت لها ولكن مختلط الأمر علي، لا أدري هل هي يعني حالة نفسية ولا نعم. ملبوس، والاشياء اللي بتحصل حضرتك معالج؟ انها يعني ممكن تتكلم بالاشياء الغريبه بدون وجود قراءه قران. نعم. ولما اقرا برضو تحصل لها نفس الحكايه، فالامر مختلط علي، فمش عارف هل هي لبس ولا عندها حاله نفسيه. في حاجه بتنطق على لسانها يا شيخنا؟ فحوصات وراح للدكتور. نعم. قال سليمه ما فيش حاجه. نعم. ولكن بتحكي تقول انا شايفه قطه قدامي سودة. طيب هي اثناء القراءه يا شيخنا توصل لي تقول عينك حمراء. نعم نعم تمام. هي اثناء القراءه ولكن الاشياء دي بتحصل حتى يعني لو مش بتسمع قران، يعني بتعمل نفس الاعراض دي من غير سماع القران. اي نعم نعم. طب الأعراض اللي بتصدر منها أثناء قراءة القرآن هي بتغيب عن الوعي؟ لا. هي عندها كم سنة يا شيخنا؟ يعني هي دلوقتي هي متزوجة ومعاها ولد وبنت. تمام تمام. هو بص يا شيخنا أنا ما أقدرش طبعا أشخص حالي عن طريق الهوى، لأن أنت عارف الموضوع دوت بيبقى ممكن يكون نفسي، وخلي بالك يا شيخنا ممكن حاجه تنطق على اللسان وهو مش جن اصلا، يعني ممكن يكون تعبان نفسيا، فانا عشان كده ما اقدرش احكم على حاجه او اقول حاجه تحاسب عليها. فهمنا يا شيخنا؟ هو انا حضرتك انا ممرض، فاني خلفيه في العلم النفس. نعم. ان هي يعني مريض النفسي يرفض ان هو مريض. أكيد طبعا. يعني يرفض حتى يروح للدكتور. آه. ولكن هي بتقول لي
أنا هل مريضة ولا في جن؟ طيب. بص يا شيخنا، صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت لما بتقرأ عليها القرآن، لما بتقرأ عليها اوصف لي الأعراض اللي بتحصل معاها إيه بالظبط أثناء قراءة القرآن معاها. نعم تفضل. أثناء قراءة الرقية الشرعية حضرتك؟ إيه الأفعال اللي تصدر منها؟ الحالة نفسها زي إيه، بتلوي بقها وتتعصب وكأنها عاوزة إيه تضرب حد، وتقول ظهري ألم شديد وبطني، وتقول لي هذا الأمر بيحدث أثناء القراءة. وحضرتك لسه قايل لي الكلام ده بيحدث من غير القراءة. اي نعم بيحصل من غير القراءة. طيب يبقى ازاي؟ هو ما ينفعش يبقى كده الامر مختلط كده، ممكن تكون فعلا ما يعني ملهاش دعوة بمجال المس او السحر، ما فيهاش اي شيء، لان الحاجات دي المفروض تصدر او تحصل اثناء القراءة على المريض. تمام؟ ليه ما تقولش؟ ايوه نعم. ليه ما تقولش ان هي مريضة وهم؟ ليه ما تقولش ان هي مريضة وهم؟ مش بتهرج هي او بتصطنع، لا ممكن يكون غصب عنها. ليه ما تكونش مريضه وهم؟ مش ممكن؟ ممكن. طيب حضرتك لما نفذت معاها برامج علاجيه الاحوال كانت ايه معاها؟ هي للاسف انا يعني وجدت انه في ناس يعني بتروح معالجين غير شرعيين. نعم نعم. فأنا مش لوحدي اللي بروح أعالجها. نعم ربنا يبارك فيك. طيب بص يا شيخ مصطفى، كده كده في برنامج علاجي بقوله في آخر الحلقة، تمام؟ إن شاء الله أنصحك إن حضرتك تديها البرنامج دوت تعمله وتشوف رد الفعل منها إيه. بس أنا مش عارف، شاكك في الحالة دي، ممكن ما يكونش فيها حاجة، مش عارف، الله تعالى أعلى وأعلم، فاهمني؟ لأن الحاجات دي المفروض تصدر من يعني أثناء القراءة على المريض، لكن بتحصل كده وكده، ف حاول تخليك معايا في آخر الحلقة. لو ما قلتش البرنامج العلاجي إن شاء الله أنا سيب رقمك في كنترول وأنا هتصل بيك. الأمر فعلا الأمر فعلا بيبقى في اختلاط يعني بين المرضى الوهم والمرض النفسي وبين المس والسحر. الأعراض بين الأمراض ديت الأعراض بتبقى شعراية والله، يعني ممكن حاجة تنطق على لسان الإنسان وهو اللي بطنه مش هو خالص، يعني مش جن، يعني ممكن واحد يقول أنا جن وأنا جاي ومعمول له سحر وواكله وشربه ومخطيه ومدفون حاجات زي كده. فمش شرط الحاجات دي يا جماعة. في حاجة اسمها العقل الباطن، المخ ده رئيس مجلس إدارة الجسم. يعني أنا جات لي حالة مثلا النهاردة، الأخت ديت كنت أنا رقم 26 في المعالجين، جات لي قرأت عليها ما فيهاش أي شيء خالص، لا حسد ولا مس ولا سحر، ما فيهاش أي شيء. فأنا بقول لها أنت ما عندكيش حاجة، قالت لي إزاي ده أنا رحت ال 25 معالج وقالوا لي أنت فيكي حاجة. قلت لها بس أنت ما فيكيش حاجة، أنا مش خسرانة حاجة، أنا واحد أنا باخد كشف وعندي محل أعشاب، أنا الكسبان، أنا ممكن أكتب لك على حاجات وكل شوية تيجي راحة جاية عليا، أنا الكسبان مش أنت، بس أنا بقول لك أنت ما عندكيش حاجة. الوهم يا جماعه لما قعدت مع نفسيها قالت لي انا ما تعبتش بالاعراض دي غير لما رحت الواحد، يعني هي كانت رايحه مع واحده صاحبتها، فالشيخ بيقول لها ما تيجي ارقيكي بالمره، فلما قرا عليها هي حست بضربات قلب سريعه، خوف، خايفه، يعني في هيبه في الموقف، فراح وهمها قال لها دي انت فيكي حاجه، طالما في ضربات قلب سريعه وخايفه يبقى فيكي حاجه. طب ما هي راحة عند مكان، في ناس بتقول بقى المكان ده مليان عفاريت والكلام ده، فبالتالي بتخاف، ده رد فعل طبيعي بيصدر من أي شخص. فالشيخ ده وهمها، فالوهم كبر عندها، بقت تحس بنفس أعراض المس، والقرين بيتدخل، والقرين لو تدخل ما منا إلا وله قرين. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قالوا حتى أنا، قال حتى أنا إلا أن أعانني الله علي فأسلم. قيل يعني أسلم من شري. فالقرين كافر ما بيأمرش غير بشر، فهو وهمها خلاها تحس بنفس أعراض المس،
عشان يوقعها. يعني تلاقي الشيطان لما واحد يروح يحج يقول له انت هتركب وتسافر وتدفع فلوس وتتبهدل عشان تحج، ما تروح يا عم صلي في المسجد، او انت ما بتصليش الفجر صليه في جماعه. بيوري له طاعات اقل من اجر او ثواب الحج، بيدلك على ثواب تاني برضه. هو الشيطان كده قاعد لك متربص لك. بص انت عامل زي البيت وانت عامله زي البيت، عارف مداخلك، عارف الباب اللي يدخل منه ايه، عارف مخارجك، عارف حاجات انت ذات نفسك نسياها لان هو معاكي من ساعة ما انت اتولدت. فبالتالي بيبدأ يشوف الفكرة اللي انت بتفكري فيها ايه. بتفكري في قصة بقى شيوخ، فبيرميلك طرف الخيط وانا ابدأ اسحبه. المريض يبدأ يسحبه، يرميلك قشرة الموزة عشان تزحلقي. فالقارين يا جماعة لو دخلنا في الوهم، والقارين القارين ملوش علاج. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. مفيش معالج بقى يقولك إيه أصلا سمعت بلاوي عن القارين برضو، يقولك أصل القارينة بتاعتك اللي تحت الأرض زعلانة منك، أصل ابنك اللي تحت الأرض دي أنت مزعلاه. كلام بسمعه كلام عجب عجاب. يقولك أصل أنت القارين بتاعك أنت لما عملت مش عارف إيه خد على خاطره منك، فعشان كده بيضايقك شوية. لازم نعمل مصالحة بينك وبين القارين. كلام فارغ. واحد جالي قبل كده دخل لي لقيته بيوطي بيبوس على رجلي، ابوس ايدك يا شيخ رجع لي القارين. اقسم بربي اول ما دخل بيقول لي رجع لي القارين. ايه يا ابني رجعهولك؟ قال لي اصل انا رحت عند الشيخه مش عارف مين وقال لي وقالت لي القارين بتاعك مسروق. هو بقى في حراميه للقارين دلوقتي؟ والشاب جاي يعني فعلا تشوفه بيتكلم جد، انا بحسه بيستعبط بيهرج، يقول لي رجع لي قاريني. قارينك ايه يا ابني رجعه؟ مين اللي قال لك كده؟ اصل الشيخه رحت لها وقال لي رجع لي القارين بتاعك مسروق. طب يا ابني قالت لك هترجعهولك يعني؟ انا بتريق بقى عليه. طب هقول له ايه؟ انا عايز اشوف كلامه للاخر. طب قالت لك هترجعهولك؟ قال لي بس عايز 5000 جنيه عشان تجيب حاجات. 5000 جنيه. هي القصه في ال 5000 جنيهات مش في القارين بقى مسروق بقى. مفيش حاجه اسمها قارين مسروق اصلا. طيب نكمل بعد هذا الاتصال. استاذه حنان السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، اتفضلي يا حنان. دكتور مرسي جدا يعني على اللي عملته معانا اختي، يعني بجد عالجتنا حلو قوي. ثانك يو، جزاك الله خيرا. طب دكتور بس اختي فيها تلعب الايام دي تاني، وابتدت ان هي برضه ترجع تاني تبعد عن المذاكره، وكل ما تيجي ناحيه الكتاب بتتضايق. امبارح تقريبا ما كانتش طايقاني لا انا ولا ماما خالص في الاوضه، وكنا نقرا عليها سوره الصفات بتاعت تعيط حاجات كده. بتصلي ولا لا؟ بصلي. تمام، بس مش عارفين بقى يعني ايه. بتعيط لوحديها؟ نعم. بتعيط لوحديها؟ تمام مش ايه تاني؟ بس بات هي تقرا سورة ياسين تعبت جدا بعديها، تعبت قوي. تمام طيب خلاص، خليكي في اخر الحلقه يا حنان، هقول لك على حاجه تعملها لها ان شاء الله. جزاك الله خيرا. الحلقه خلاص انتهت. طيب انا عايز الحق بس اقول برنامج علاجي، عشان انا كنت في قناه الحافظ وقلنا كان في برنامج علاجي المفروض اقوله، فقلت للمشاهدين كتير جدا انتظروني على الصحه والجمال، انا هقول برنامج علاجي ان شاء الله. انا عايز يا جماعه اي حد شاكك او بيعاني ان هو عنده مس او سحر او عفريت بقى او الكلام دوت، انا لازم اكون عندي اليقين في الله، ان اكون واثقا ان الله تعالى هو الشافي، ربنا هو الشافي. الحجامة يا جماعة مفيدة جدا في حالات المس والسحر، نافعة بإذن الله تعالى في استفراغ مادة السحر إذا ما تابع المسحور الحجامة على مواضع العقد والألم. فعليكم بالحجامة لمن أصيب بالمس والسحر، ولا بد من شخص متخصص في عمل الحجامة. وإن لم تجدوا أحد لعمل الحجامة فيوجد حجامة عندنا أيضا بالمركز، وطبعا أرقام المركز على الشاشة لمن يريد أن يشرفنا، فالرجال للرجال والنساء للنساء. حدش يقول لنا في واحده اللي عملت لي الحجامه، فيش اخت تقول لي ده واحد عمل لي الحجامه، الكلام ده لا يجوز. وانا بنبه بعدم حضور اي امراه للمركز بدون محرم، لازم يكون معاكي راجل، انا كده بحافظ عليكي. ناس ساعات بتجيلي من غير راجل معاها بمشيها بتزعل، انا كده بحافظ عليكي، انت ما تضمنيش اللي انت رايحه له ده ايه.
أوصيكم بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها وعدم التهاون فيها، وتجنب بقى المخالفات والمعاصي، المحافظة على أذكار اليومية زي أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم. طبعا هنلاقيها في كتاب حصن المسلم وفي كتاب صحيح الكلم الطيب. ياريت نأكل 7 تمرات عجوة على الريق كل يوم الصبح، أول ما أقوم أكل 7 تمرات، ويستحب طبعا أن يكون من تمر المدينة. نبعد بقى شوية عن الناس اللي بتسمع الأغاني والمعازف، نغتسل بماء مقروء عليه قرآن يوميا، نجيب إزازة مسك ندهن بها الجسد، مسك طبعا مركز، مثلا ندهن تحت الأنف، حوالين السرة، اللحية، أسفل السرة، نكتب آية الكرسي بالزعفران ونحط الورقة ديت في الماء مع 7 ورقات من الصدر، ندقهم ونشربهم يوميا. نجيب برطمان زيت زيتون نضيف عليه ملعقة على الطعام بعد طهيه، ويأكل منه المريض ويدهن منه أطراف اليدين والقدمين أسفل الظهر. طبعا نكسر بقى من ذكر الله سبحانه وتعالى، وعليكم بالنوافل وقيام الليل والوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة والكافرون. فإن شاء الله لحديثي إليكم بقية في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم الإسبوعي حقائق وأوهام. إن شاء الله الإعادة للبرنامج إن شاء الله هتبقى يوم السبت الساعة 10 صباحا إن شاء الله. فأحييكم بتحية الإسلام، وحفظنا الله وإياكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقكم العلم النافع وأن يذهب عنكم الجهل المغرق. أحبكم في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.